عموم بقاء في هذا الملف ينضم معنا الآن المتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى العبادي. سيد أحمد مساء الخير، وأنا أعرف كل زين شو راح تحكي، لكن شنو الجديد اللي من عرفه في مسألة انقطاع الكهرباء بعيدا عن عدم تعاون وزارة النفط معكم، تهالك الشبكة الكهربائية وانقطاع الغاز والمشكلة مشكلة توريد الغاز الإيراني، غير ذني أكو جديد؟ بداية حياك الله استاذ نجاح، حياكم الله استهبه. يعني بس علي احمد خوش ينضم شعب. والله خوش يقدم حلول وخوش خوش ينضم شعب. قدم تشكيله من المعاناه طبعا. وبالتالي خوش ينضم شعب. بس هسه انا ما ادري اليوم راحت شوي بمعزل عن المواطن. ما ادري من المستفيد من الاعلام يطلعنا خصوم للمواطنين. ما اعرف يعني. من اقول لك الاعلام يطلعنا خصوم للمواطنين، بالتالي نتحمل هذا اللغط المواطنين. ليش خصوم؟ هاي حقيقه، هاي ما بالتالي وزاره بحد كل الصوره اللي شفتها بتقرير علي الاحمد حقيقيه. ليش خصوم؟ ليش نقدم خصوم؟ مو يعني على قناتك، يعني ابتداء مو موضوع مجدل، مو على قناتك. بس انا اقول احنا مو خصوم بالتالي للمواطنين، حتى ما نطلع بتقديم خدمه مثلا مقبوله ان لم تكن جيده للمواطنين. بس ابتداء اليوم انا من اطلع يعني مو في مقام التبرير، بس اضعك بصوره المعطيات واضع الشارع. اليوم انا من اعطيك سياره والسياره ما بها وقود تقدر تشغلها؟ طيب انت تقول لي لا تعرض لي لا مشكله نقص الوقود ولا عدم تعاون وزاره النفط. والمشكله الحقيقيه الان هو الكلام في ظل غياب خطه وقوديه كانت تستلزم تاهيل حقول الغاز، كانت تستلزم تاهيل شبكه الانابيب، وهي من جمله التزامات غير الكهرباء. ما اريد اقول وزاره النفط، يعني هاي الخطه صعبه علينا؟ هذه مو التزامات وزاره النفط، عفوا وزارة الكهرباء، وزارة النفط هذه مو التزامات ما تحاسب عليها وزارة الكهرباء. احنا اليوم جميع المحطات طيب اللي وضعناها لإنتاج الطاقة وضعت بمحاضر مشتركة مع وزارة النفط. احنا نروم نضع هذه المحطة، شو تقولون وزارة النفط نضعها؟ بالتالي هنالك محاضر موقعة رسميا مع وزارة النفط على ان تزود هذه المحطات بالوقود والغاز. تمام، هسه في ظل غياب الخطه الوقوديه وتاهيل حقول الغاز وشبكه الانابيب خب بالتاكيد يؤثر سلبا على ادامه زخم العمل. زين، الامر الذي لجانا بقرارات حكوميه ككهرباء ان نمضي الى الجانب الايراني ونتعاقد على استيراد الغاز. طيب هسه تعاقدنا مع الجانب الايراني. انا اريد استثمر الوقت، ما عندي وقت كثير مع حضرتك. 10 دقائق اي ما يخالف، بس عندنا الكثير من التساؤلات. الإيران عندها مستحقات مالية، صح؟ مش قد المستحقات، لأنه توقف الغاز الإيراني بسبب عدم تسديد المستحقات. يعني هسه ابتداء مش قد سخب، هذا مو شغلتي، بس هسه ابتداء أنه نعم اكو مستحقات واجبة الدفع ينبغي أن تدفع للجانب الإيراني. هسه من يوفرها لنا؟ يفترض وزارة المالية توفر لنا إياها. في حال نقصها أيضا يفترض وزارة النفط توفرها، واعتقد السيد رئيس الوزراء او عزل وزاره النفط. طيب ان نعوض الوقود السائل بدل الغازي لادامه زخم عمل محطات الانتاج. بس انحسار الغاز او نزوله من 50 مليون متر مكعب الى 5 مليون متر مكعب، نزوله بهالكيفيه وبهالكميه طلع لي 6000 ميجا من مواقع المحطات. هو ايش قد اعتمادنا على المحطات الغازيه؟ يعني 80% هالمحطات 80%. نعم. والان منو متضرر بالازمه؟ محطات؟ او محافظات بغداد والفرات الاوسط وجزء من الشماليه وحتى الجنوبيه تاثرت، بس باعتبار ان المحافظات الجنوبيه اكو حقول للغاز، الكلام عن الاحدب عن الناصريه، عوض جزء من المفقود بغيه ادامه زخم العمل في تلك المحافظات. الامر اللي ما انعكس به السلبيه على مثل ما بغداد والفرات الاوسط. لكن قبل تقريبا شهرين او اكثر صار اكو ربط كهربائي مع اقليم كردستان، وتحدثت الوزاره انه هذا الربط راح يحل مشكله كبيره جدا البغداد والمحافظات الجنوبية. لا، الوزارة ما تحدثت بربط حول الإقليم، إنما شراء طاقة من كار الاستثمارية. وهذه الطاقة اشتريناها بشكل محدد ووقته بصلاحيات حكومية تدفع 450 ميجا واط عن طريق خطوط خورمالة لمحافظة كركوك ومن ثم إلى المنظومة، وانتفت الحاجة إلى سوى الشراء ربط ولا؟ لا مو ربط، شراء طاقة من كركوك؟ لا مو تدفع عن طريق خطوطنا، خطوط المنظومة. ها جيد. بس هذا اشتريناه محدد ووقت لأن عالجنا بانقطاع الكهرباء بفصل الصيف وتداعيات وارتفاع حرارة وزيادة طلب، فعالجنا بوضع مؤقت وانتفت الحاجة إليه. زين، ما عندنا مخزون غازي؟ لا بالتأكيد ما عندنا. ما عندنا. بعض المصادر المعنية أو بعض المختصين في ملف الكهرباء يتحدثون أنه عندنا 131 تريليون قدم مكعب مخزون غازي. من شنو؟ من الغاز؟ من الغاز. يعني هسه وزارة
النفط. احنا الان ذهبنا الى مجلس الطاقه الوزاري وعنايه السيد رئيس الوزراء وطرح الموضوع بمجلس الوزراء على حاجه المحطات تلك الى وقود سائل غازي لسد النقص الحاصل بمحطات الانتاج ومعدلات الانتاج. طيب. يعني انعكس سلبا على ساعات الجزء. باختصار الازمه باقيه ما لم يتم تسديد المستحقات للجانب الايراني وتوريد الغاز الايراني، يعني مؤثره بشكل سلبي على الانتاج بالمجمل. يعني بالمجمل.